انا حندير في هاد ليمون نديرو دي ميني كيشا. الوغ هنايا عندي لا كريم او فرماج درتها بلونيون كاراميليزي او طون الفيلا. الوغ تبعوا معايا كيفاش درت لا كريم او فرماج. فوالا هنا نديرو لا كريم او فرماج. الوغ شوفوا معايا عندي 250 مليلتر تاع الحليب، عندي 100 غرام فرماج بلون. شوفوا الفرماج ديروا فرماج اللي حبيتو، تقدروا ديروا غويير شيدار اللي حبيتو فرماج ديروه. في 4 لتر تاع الحليب ديروا 100 غرام. الوغ هنايا عندي 25 غرام مايزينا، عندي حبه بيض وعندي طون الويل عصرته من الزيت، وهنايا درت نص حبه تاع البصل درتها في مقله، درت شويه زبده شويه زيت ملح فلفل كحل وقعدت نحرك فيها حتى ولات هاد لا كولور كاراميليزيه. لازمش تحرق لكم، لازم يكون كاراميليزي. قطعته بالطوله ديروا نص حبه. انا شوفوا لي كريم ما نحبش نعمرهم بزاف في ليفارس باش ما يقهموناش. الوغ هنايا كما قلت لكم نص حبه تاع البصل كاراميليزي بشويه زيت وزبده. فوالا وتقعدي تحركي بلا ما تحبسيها وما ديريهاش على نار قويه، تقعدي تحركي تحركي حتى تشوفي لا كولور تاعها ولات جور دو كراميل. الوغ نبداو في لا روسيت تاعنا، نحطو بارد في بارده، هادو ماشي اللي كنحطهم. الوغ هنايا 4 لتر حليب نحط لها 25 غرام تاع مايزينا، نزيد لها حبة بيض فوالا ونحرك. هنا نديرها شويه ملح ما كترش باسكو عندي طون وعندي فرماج. هنا فلفل كحل نديرو اون ديرنيير كي طيب لي لا كريم او فرماج. دوك هكذا نحكم الطاسونه تاعي نحطها فوق النار ما تكونش نار قويه ونقعد نحرك بلا ما نحبس حتى نشوف لا كريم او فرماج تاعي تقالت. فوالا شوفوا لا كريم او فرماج قعدت نحرك بلا ما نحبسها. شوفوا هنا تحركوا بلا ما تحبسوها باش المايزينا تاعكم ما تحرقش. الوغ كيما راه بدا سخون نحط 100 غرام تاع فرماج بلون. فوالا نزيد نحط البصل تاعي كاراميليزي. شوفوا هنا صفيتو من الزيت تاعو، ما لازمش ديروه بالزيت سينو تفسد لكم لا كريم او فرماج. فوالا دوك نحرك كلش. فوالا هاي ليك لا كريم او فرماج، درناها بلي زونيون كاراميليزي طون الويلا. الوغ هنا لا بات فيتي ندير شويه فارينا سور لو بلون دو ترافاي. انا قلت لكم لي شوت، الوغ ندير دو تور باش تولي لا بات تاعي اونيفورم. دائما نقول لكم كي يكونوا عندكم لي شوت طموهم ديروا دو تور وخدموا بهم لي فون دو تارت. هذا ان تور فوالا، هذا دوزيام تور فوالا. الحلقة تاعي فوالا قطعت على زوج باش تجيني سهلة. نشوف لاباط تاعي تلصق بشويه فرينة نقطع. شوفوا مقطعتهاش بزاف رقيقة. الوغ هنا فاصونيها مليح باش متلصقش، نحط فرينة قدامي ندير سباتية ونعبز مليحة. فوالا فوالا il faut bien façonner la pâte les fonds de tarte. Alors donc هنا ندير لا كريم او فرماج اللي درتها بلي زونيون كاراميليزي طون ا لويل. هنا شوفوا تقدروا ميم ديروا لا كريم او فرماج وحدها، تقدروا ديروا لو فرماج من 100 غرام حتى 200 غرام، تقدروا ديروا ميم فيون داشي، تقدروا ديروا طون وحدو طون ا لويل وحدو، تقدروا ديروا طون طوماط نتوما ولي غو تاعكم. لا كريم او فرماج نتوما واش تحبوا تخلطوا لها، تقدروا ديروا ميم دي كروفات. فوالا دوك نعمر لي فون دو تاعي
انا الفوق تاعي راهو شاعل على 190 درجه مئويه. نورمالمون لي كيش تاعي لي ميني كيش ديالي نخليهم حتى يتحمروا 10 دقائق نضرب عليهم طله بلاصتهم مازال نزيد نخليهم. فوالا عمرهم حتى الفوق. فوالا دوك الباتو تاعي نديرو في الفوق ونكملو لا سويت. انا توجور نخدم بلا بات تاع لي شوت. انا نحل لا بات تاعي نخدمو لي تورتيون. منحش لاباط رقيقة نحلها 2 حتى 3 مليمتر. فوالا انا نقطع دي بوندولات تاع 1 سنتيمتر. فوالا هاد الجهة ندور منا وهاد الجهة ندور من جهتي. فوالا شوفو فوالا هكدا هكدا نحطهم ديراكتومون في البلاطو. البلاطو تاعي داك باكي كويسون. فوالا انا نبادي جوني. انا عندي انا فونتي درت شويه كاكاو. وندير له الجلجلانه. فوالا وبيان سور شوفوا البلاطو تاعي نديرو فريجيدار نخليه نص ساعه يشدوا لا فورم تاعهم ومن بعد ندخلو للفور. الفور راني شعلاتو على 180 درجه مئويه طون دو كويسون ماكسيموم. لازم يتحمروا بيان لا بات فيتي لازم تتحمر مليحه ماكسيموم 10 دقائق حتى 15 دقيقه. بيان سور الفور تاعكم ولا كان سخونه الفور تاعكم توجور سخنو 20 مينوت على الافونس. فوالا دوك انا نكملهم كامل هكذا. فوالا بوغ ان تخوازيام ابيريتيف. الوغ شوفو هنايا عندي لا بات فيتي تاع لي سانتور خدمناها ديجا نحطلكم لو ليان. وهنايا عندي فخوماج بلون انا زدت لو طون الويل طون تاعي عصرتو من الزيت ديالو مستعملتش الزيت هنايا. وهنايا درت ان كويار السوب تكون بيان معمره تاع لا كريم فخيشة. فوالا هادي هي ما فارس. دوك هنايا نحل لا بات تاعي ندير شويه فارينا سور لو بلون دو ترافاي. انا نقسم لاباط على زوج باش تجيني سهله. ما نحلهاش بزاف رقيقه ماكسيموم 2 حتى 3 مليمتر باش يجينا الفيتاج. انا لاباط تاعي نقسمها على زوج. انا حنستعمل هاد لومبورت بياس
نديرو دي ميني كوكا الو شوفوا معايا هنا شوفوا لا بات تاعي راهي كاريه نقلبها هنايا في الوسط نزيد نلققها شويه فوالا غير شويه برك هنا نبادي جوني قبل ما نحط لافارس هنا نحط لافارس في الميليو ونغلق فوالا ونحطها في البلاطو نزيد نديرو لا دوزيام نرققها في الوسط نبادي جوني ندير لافارس تاعي ما نكترش باش ما تخرجليش دوك هنا نبادي جوني وبيان سور نطيبهم على 180 درجه مئويه طون دي كويسون ماكسيموم من 10 دقائق حتى 15 دقيقه لا بات فيتي توجور نقول لكم لازم تتحمر بيان فوالا دوك هكذا نديرهم في الفور كي يوجدوا نقولوا لكم ان شاء الله الوغ دوكا نديرو لي ميني كرواسون ندير شويه فاينا سور لو بلان دو ترافاي نحل لاباط تاعي هنا نحلها 2 مليمتر ما نحلهاش بزاف خشينه فوالا شوفوا دوك هنايا نقسم لاباط على زوج فوالا نزيد هادية هنا نستعمل فرماج تاع ليتشيز شوفو هنا درتهم في كونجيلاتور باش يجوني ساهلين كيطيحهم دي بوندولات درتهم في كونجيلاتور باش يشدو روحتيهم شوفو هاو دوك هنا نقطع دي بوندولات صغار فوالا فوالا هنا نجعد شويه لاباط تاعي هنا نحلها شويه منا ندير لافارس ديالي توجور ندير هاديك لافارس تاع لي درتها ب فروماج طون على كريم فخاشة شوفوا هنا كي نجي نغلقها بعد يجوني لها فوالا باش ما تنحليش ندير بابي كويسون ونحطهم فوالا يجونا دي ميني كرواسون دوكا بعد يجوني بيان سور نطيبهم في الفور على 180 درجه مئويه طون دو كويسون ماكسيموم 10 دقائق 10 دقائق حتى 15 دقيقه ليسونسيال لا بات فيتي توجور نقول لكم لازم تتحمر مليح بيان سور نديرهم شويه د الزلام فوالا فوالا هنا باش نديرو لي ميني بيتزا حنديرو دو سورت دو ميني بيتزا راح ندير دي ميني بيتزا بلا صوص طوماط وندير دي ميني بيتزا بلا كريم او فرماج الوغ هنا بوغ لا صوص طوماط هنا نقولكم كيفاش درتها هنا حكمت مقلة حكمت زوج حبات طوماطيش يكونوا كبار شويه نحيت لهم القشره قطعتهم كونكاسي قطعتهم اون تي دي نحيت لهم بيان سور عصرتهم الزريعه تاعهم قطعتهم اون تي دي درت لهم ملح فلفل كحل وحطيت لها زوج وريقات تاع الرمد ودرت لها نص كاس اتاي تاع الماء
وزدت لها اون بانسي تاع السكر وخليتها على النار هاديه. شوفوا لاصوص طوماطير قعدت كيما قطعتها ما رحيتهاش هنايا، كي نديرها في ميني بيتزا ما نرحيهاش، نخليها هكذاك حبات. هنايا شوفوا كي تحطوا المقله تاعكم فوق النار لازم تكون النار تاعكم هاديه، خلوها بعقلها تتجمر وحدها. الوغ درت لها الملح فلفل كحل جوج مغارف تاع الزيت ودرت لها نص كاس تاع الماء. ومن بعد كي تشوفوها لاصوص طوماط تاعكم تجمرت لكم طفوا عليها خلوها تبرد، وكي تبرد زيدوا لها ان كويغا سوب تاع الويل دو طون. هنا باش تبدلها تزيد لها شويه البنه. فوالا انا شوفوا انا درت لها الحار، انا درت الحار هذاك في الدريس، هذا اللي يحب الحار، اللي ما يحبش الحار يقدر يستغنى عليها. انا نبدا نحل لاباط تاعي، ندير شويه فارينا سور لو بلان دو طرافاي، نحل لاباط تاعي الو. شوفوا معايا هنا لاباط نقسم على زوج. الو نبدا اللي حنديرها بلاصوص طوماط، انا مازال شويه خشينه نزيد نحلها. فوالا حنستعمل هذايا لامبورت بياس تاع 5 سنتيمتر. شوفوا كيفاش نقطع لاباطا، ما نقطعهاش بزاف رقيقه. الو شوفوا فوالا قطع بلا دويا. الو هنا بادي جوني بيان سور، هنا من فوق لازم بادي جوني. فوالا دوك البلاطو تاعي نديرو في الفوق. فوالا شوفوا معايا هنايا خليتهم يتحمروا بيان، هنا دوك نديرو لاصوص طوماط. شوفوا خليهم بيان يتحمروا، شوفوا الفيتاج. فوالا خليهم بيان يتحمروا، لاباط فيتي كي تكون محمره تجيكم بنينه. الو دوك هكذا لازم حتى يبردوا، نحطوا لاصوص طوماط فوالا، ندير لها الزيتون. تحبوا ديروا لها الطون تقدروا ديروا لها الطون كيما تحبوها. فوالا دوك هكذا نعمرهم كامل. فوالا نجوزو نديرو، نحل شويه لاباط تاعي. نحكم بلاطو تاعي بادي جوني. هنا نتقب شويه في الوسط باش ما تطلعليش لاباط. ندير لاكريم و فرماج، ندير الزيتون إفيلي، دوك هكذا من بعد جوني. بيان سور لازم نديرها هنا من الفوق باش تحمر لي بيان لاباط فيتي. فوالا فوالا دوك هكدا البلاطو تاعي ندخلو للفوق ماكسيموم 10 دقايق.
لازم لاباط فيتي تتحمر بيان. الوغ دوكا هكذا كي يطيبوا لي نقولوا لكم وتشوفوا لي زابيغيتي تاعنا اللي درناهم اليوم بلاباط فيتي. Voilà les apéritifs, les dana amioum maakom. J'espère que vous avez la recette d'aujourd'hui. Inch'Allah, tu vois une autre vidéo. Ndilo des apéritifs. Hadja wahdoukha tu vois. Ou t'ajibkom, Inch'Allah. Voilà, et comme toujours, on vous recommande le tabou jdid. Dilo j'aime, le dikom jdid. À la prochaine.